تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى يوم 26 من أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربية لحضور فعاليات المهرجان، والتي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.